بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح، نستبعد الفاسد ونستبعد الباطل. الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. والشروط أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. فإذا اختل ركن قلنا بأن النكاح باطل، يعني لو وجد مانع بالزوج أو مانع بالزوجة أو لم يوجد قبول أو لم يوجد يعني إجابة، نقول الزواج باطل. وإذا اختلت الشروط، لم يحصل التعيين أو الرضا أو الولي أو الشهادة، قلنا النكاح فاسد. ثم ذكرنا شروط، منها شرط لازم، شرط صحيح والنكاح صحيح، ومنها شرط باطل والنكاح باطل. ثم ذكرنا بعد ذلك العيوب، عيوب في الرجال وعيوب في النساء. عيوب الرجال أن يكون الإنسان مجبوبا، يعني مقطوع الذكر، أو أن يكون عنينا، الذكر موجود لكن ما يقوم بدوره، هذا عنين، وإذا قطع قلنا مجبوب. وعيوب في النساء تكون تحت الثياب، الرتق والقرن والعفل إلى آخره، كلها لا يعرفها إلا النساء. فإذا وجد عيب من بالرجل فالمرأة لها الخيار، وإذا وجد عيب في المرأة فالرجل له الخيار. وقلنا من العيوب إذا كانت الزوجة رقيقة، يعني يحسبها حرة وهي رقيقة. والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وليس عندنا أرقة الآن لأن الدولة اعتقت جميع الأرقة. و لو تزوجت امرأة رجلا وتواهي حرة وإذا به رقيق، فمن حقها الخيار متى ما أرادت، يعني إذا علمت ذلك ورغبت الفسخ فمن حقها ذلك. وكذلك الرجل إذا كانت رقيقة، لأن الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقة، لكن الآن ما عندنا أرقة. وقرأنا هذه الفصول، وإن لم يكن كثير منها لا يوجد لدينا بحمد الله، وإنما عندنا الآن باب مهم، باب مهم وموجود أيضا، ولا بد من الإلمام به ومعرفة، وهو نكاح الكفار. البلد إسلامي وجميع من فيه مسلمين، جاءوا ناس من أهل من غير دين الإسلام وهم على نكاحهم، كيف نعقد لهم؟ أو إذا كانوا عقدوا هناك ما الفرق بين هذا وذاك؟
نقول أيها الأحباب، باب نكاح الكفار. الأصل في المسلم أن يتزوج المسلمة أو الكتابية، والأصل في المسلمة أن تتزوج المسلم، ولا يصح أن تتزوج الكتابي، لأنه إذا تزوج المسلم كتابية فسرعان ما تتأثر بأخلاقه الفاضلة وسجاياه الحميدة وصفاته الطيبة فتدخل في الإسلام، بينما لو تزوج كتابي مسلمة فقد تتأثر وتخرج من دينها، لذلك منع الإسلام زواج المسلمة بغير المسلم. أما نكاح الكفار الآن الحمد لله في مكة ما عندنا هذا، لأنه لا يدخل مكة إلا مسلم، لكن لو مثلا في جدة أو في الطائف جاءوا ثم زاروا أحد المراكز الإسلامية، مراكز توعية الجاليات وأسلموا، فأسلمت المرأة فقط أو أسلم الرجل فقط أو أسلما معا، فما الحكم؟ وهو موضوع قراءتنا في هذه الليلة، وهو نكاح الكفار. جاءوا من بلدهم وسكنوا معنا بجوارنا ويعملون معنا، هل نلزم أن نقول للرجل هل عقد لك أبوها؟ هل يلزم أن نقول للمرأة هل عرفت الرجل قبل ذلك؟ أو يعني مثلا توفرت فيه شروط يعني أو الأركان أو الشروط الأركان الثلاثة متوفرة أو الشروط الأربعة متوفرة؟ لا، ندعهم على ما كانوا عليه، جاء من هذه قالت زوجتي، ندعه إلا في حالة واحدة، لو كانوا من غير أهل الكتاب وممن يجيزون نكاح المحارم ووجدنا أنه تزوج ابنته فلا نقرهم على ذلك، تزوج أخت زوجته فلا نقرهم على ذلك، تزوج أم زوجته لا نقرهم على ذلك، جمع بين الأختين كذلك ما كان محظورا لدينا فلا نقرهم عليه، حتى ولو كان قبل أن يأتوا إلينا. وأما ما كان يعني يتعلق بالشروط أو يتعلق بالأركان فلا نسأل عنها ما دامت يعني صالحة الآن لأن تطبق وأن تنفذ. وأما إذا كان جمع بين المرأة وابنتها أو بين المرأة وأختها فلا نقرهم على ذلك، وإن كانوا يقرون على ذلك في بلدهم. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف بهذا الخصوص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نكاح الكفار. قلنا أولا قال كتاب النكاح، والكتاب هو الذي يحتمل على عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، لماذا؟ ليسهل على طالب العلم أن يلم بها وأن يعرف أحكامها وأن يقف على قواعدها، بينما لو كان دفعة واحدة جاء النكاح ربما تنفلت المسائل ويتعذر الإلمام بها، فقال هنا باب نكاح الكفار، لأنه مر بنا سابقا مسلم يتزوج مسلمة، حر يتزوج أمة، أمة تتزوج حرة، وهكذا، فما حكمه؟ انتهينا منه. لكن الآن هم غير كفار جاءوا إلينا، فلا نقول لهم هل عقد لكم يعني عقد لكم من يتولى، هل كان عن طريق أبيها، هل كان عن طريق أخيها، ما نسأل عن هذه الأمور إلا إذا كان مما لا يجوز استمراره كأن يكون مجوسيا تزوج ابنته أو تزوج أخته أو تزوج خالته أو ممن لا يجوز له نكاحها، فنحن نوقفهم عند هذا. وهذا يحصل كثير يعني كثير من المسائل، لأنك لو تتبعت نشاط مراكز
توعية الجاليات يقول وقد أسلم عدد من الرجال وقد أسلم عدد من النساء، وفي ليلة كذا ليلة الخميس أو ليلة الجمعة أقيم حفل لإعلان أو لإشهار إسلام كذا وكذا. فهؤلاء هم يعني كيف نتعامل معهم إذا كان لديهم زوجات؟ نعم. أنكحتهم صحيحة إذا اعتقدوا إباحتها في شرعهم. إذا كان في الشرع الذي يعتقدونه هي صحيحة فنحن نجعلها صحيحة ولا نعكر عليهم ولا نطلب استبدالها ولا نطلب تجديدها، بل هي صحيحة إذا اعتقدوا صحتها إلا ما كان ثابتا لدينا عدم صحته. نعم. وإن خالفت أنكحة المسلمين. وإن خالفت أنكحة المسلمين، لأن أنكحة المسلمين لا بد لها من ولي، فهذه قد يكون المرأة اتفقت مع الرجل وتزوجها، لا بد في أنكحة المسلمين من شهود، فقد يكون اتفقوا ولم يأتوا بشهود، لا بد في أنكحة المسلمين من إيجاب وقبول، فقد يختلف هذا. لكن إذا اعتقدوا أهل الشأن، إذا اعتقدوا صحته نصححه. نعم. وإذا جاءوا إلينا وطلبوا العقد لا نعقد لهم إلا على حسب الأصول الشرعية. نعم. فهي صحيحة إلا أن يتزوج محرمة عليه. إذا تزوج محرمة عليه فلا نقرهم. لو لم يأتون، إذا علمنا قالوا فلان ساكن في الشقة رقم كذا، ساكن في العمارة كذا، زوجته هي أخته، زوجته هي عمته، هي خالك، نقول له هذا ونبطله. نعم. لأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سؤال شيخ تركي، ما الدليل على أننا لا نتعرض لهم؟ ما الدليل؟ نقول لأنه أسلم خلق كثير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتعرض لأنكحتهم. نعم. فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا. إذا ترافعوا تدخلنا. نعم. إذا ما جاءوا نتركهم. نعم. لأننا صالحناهم على إقرارهم على دينهم. وعن أحمد، أحمد قلنا شيخ علي هو إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، رواية أخرى. نعم. وعن أحمد في مجوسي تزوج نصرانية. هو مجوسي، المجوس معروف دينهم، تزوج نصرانية والنصارى أهل الكتاب، فهي معناه أعلى مرتبة منه، فيقول الإمام أحمد لا يقرون. مجوسي تزوج نصرانية، ولو أن مجوسية تزوجها نصراني فقلنا لا مانع، لأنه له دين وربما يكون يهديها الله عز وجل فتتخذ من الإسلام دينا. نعم. أو ملك نصرانية يحول بينهما الإمام، فيخرج من هذا أنه يفرق بينهم وبين ذوات المحارم. ذوات المحارم يعني الأم، الأخت، بنت الأخت، بنت الأخ إلى آخره، فهو يمنعون من ذوات المحارم. نعم. لأن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس. وإن ملك نصراني مجوسية لم يحل بينهما لأنه أعلى منها. وقال أبو بكر يمنع من وطئها أيضا كما يمنع المجوسي من النصرانية لأنها من أهل الكتاب وهو مجوسي فيمنع من وطئها. نعم. فأما إن أسلموا أو ترافعوا إلينا، أسلموا
أو ترافعوا صار عندهم قضية وجاءوا إلينا. نعم. لم ينظر في كيفية عقدهم. لم ينظر في كيفية عقد. من يقول كيف عقدتوا ومن اللي عقد لكم وهل في شهود وهل في رضا وهل في تعيين وهل في ولي؟ لا، ما نسأل عن هذه الأمور. نعم. ونظرنا في الحال، فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد نكاحها في الحال أقررناهم عليها. أقررناهم عليها. نعم. أقررناهما. وإن كانت ممن يحرم نكاحها في الحال كذات كذات محرم كذات محرم والمعتدة. نعم. امرأة معتدة ما انقضت عدتها من اللي طلقها أو اللي مات وهذا لا يمكن أن تتزوج. نعم. والمطلقة ثلاثة فرقنا بينهما. نعم. وإن تزوجها بشرط الخيار مدة أو في عدتها ثم أسلما في المدة أو العدة فرقنا بينهما كذلك. وإن أسلما بعد انقضائهما أقررناهما عليه. انتهت العدة، ما في داعي نطول، نقرهم على ما كانوا عليه. نعم. وإن قهر حربي حربية يعني قهرها بالقوة حربي حربية. نعم. فوطئها وطاوعته واعتقداه نكاحا أقررناهما عليه. وإلا فلا. نعم. وإن أسلما وبينهما نكاح متعة. نكاح متعة يعني لمدة شهر، لمدة شهرين، لأن نكاح المتعة هو الذي يتحدد بزمن. أسلما وبينهما نكاح متعة على أساس عقد عليها لمدة شهر، عقد عليها لمدة شهرين، وقد حرمت الشريعة نكاح المتعة وهو حرام إلى يوم القيامة، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل تحريم الحمر الأهلية والمتعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أو نكاح شرط فيه الخيار متى شاء لم يقر عليه. في نكاح شرط فيه، لأن النكاح ما يجوز فيه الخيار، يعني متعة لمدة شهر شهرين أو خيار أزوجك بنتي على أنك بالخيار لمدة شهر إن شئت ولا رجعها، أو هي بالخيار إن رغبت ولا ترجع، هذا يسمى نكاح خيار وهذا الشرط باطل. نعم. لأن النكاح ليس هناك خيار ولا مدة وإنما للديمومة. نعم. وإن اعتقد فساد الشرط وحده أقر عليه أقر عليه. فصل. وإذا أسلم الزوجان معا يعني أسلموا دفعة واحدة، وإلا المرأة أسلمت أول، وإلا الرجل أسلم أول، في ثلاث عندنا. وإن أسلما معا أسلمت قبله أسلم قبلها فلكل واحد حكم. نعم. فهما على نكاحهما سواء أسلما قبل الدخول أو بعده. لأن يعني بعد العقد لكن قبل الدخول، والمقصد بالدخول الجماع. نعم. لأن ذلك إجماع، ولأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين يقتضي الفرقة. وإن سبق أحدهما صاحبه يعني سبق الرجل أو سبقت المرأة وكان المسلم زوج كتابية فالنكاح بحاله، لأنه يجوز أن يستمر مع الكتابية ولو بقيت على دينها. نعم. لأنه يحل له ابتداء نكاحها. وإن أسلمت المرأة قبله أو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين قبل الدخول بانت منهم امرأته بينونة. نعم. بانت منهم امرأته لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
وتقع الفرقة بسبق أحدهما الآخر سبق أحدهما، يعني إذا سبق الرجل أو سبقت المرأة إذا لم يكونا معا. نعم. بسبق أحدهما الآخر بلفظه، لأنه يحصل بذلك اختلاف الدين المحرم. يحصل بذلك اختلاف الدين، ومن اختلاف الدين أيضا أن يكون أن يمنع من الإرث. فشروط الإرث يعني أو موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. لازم أن يكون الدين واحد، أما إذا كان دين هذا كذا ودين هذا كذا فلا ميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. حكم المجلس يعني إذا أسلم، وما نقول على طول، يقول المجلس مثل البيع، كقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كانوا في المجلس، لأن عندنا خيار اسمه خيار المجلس، ما داموا جالسين فالإنسان بالخيار. فلو قالت المرأة أسلمت، ما نفرق بينهم حتى ينفض المجلس والرجل ما أسلم، أو لو قال الرجل أسلمت ما نفرق بينهم حتى ينفض المجلس والمرأة تقول لم أسلم أو بقيت على ديني. لكن في أثناء المجلس نعطي الواحد فرصة ساعة نصف ساعة، قد يفكر. لما تقول المرأة أسلمت يقول هو وأنا كذلك، لما يقول هو أسلمت تقول هي وأنا كذلك، فنعطيهم فرصة المجلس. نعم. لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة، فإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه روايتان، إحداهما تتعجل الفرقة لما ذكرنا على طول يعني، والثانية تقف على انقضاء العدة. العدة، فإذا انقضت العدة خلاص. نعم. فإن أسلم الآخر فيها فهما على نكاحهما. فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول، بحيث لو كان واطئها في عدتها ولم يسلم أدب. أدب يعني ما يقام عليه العد لأنه في شبهة. نعم. ولها عليه مهر مثلها، لما روى ابن شبرمة قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين أسلما، مع أن جماعة منهم أسلموا قبل أزواجهم، منهم أبو سفيان بن حرب شيخ مكة. نعم. وجماعة أسلم أزواجهن قبلهم، منهم صفوان بن أمية وعكرمة، وهرب عكرمة وأدركته امرأته في وهو ذاهب إلى يعني يريد أن يسافر إلى الحبشة. نعم. وعكرمة وأبو العاص بن الربيع. والفرقة الواقعة بينهما فسخ وليست طلاق، لأنها فرقة عريت عن الطلاق فكانت فسخة كسائر الفسوخ، بمعنى أنها لا تحسب من الطلاق. نعم. فصل. وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربعة فإنه يختار منهن أربعة ولا يقر على ما زاد. فيأتينا إن شاء الله من أسلم وتحته عشر ومن أسلم وتحته ثمان، فقال عليه الصلاة والسلام: اختر منهن أربعة والباقي ينصرفنا. نعم. أكثر من أربع فأسلمنا معه أو كنا كتابيات، أمر أن يختار منهن أربعة ويخلي سائرهن. يخلي سائرهن
يعني الباقي إذا كان ثمان يخلي أربعة ويبقي أربعة، وإذا كان عشر يخلي أربعة ويخلي يبقي أربعة ويخلي ست. نعم. سواء تزوجهن في عقد أو عقود متفرقة، وسواء اختار أول عقد أول من عقد عليها أو آخرهن. يعني ما هو لازم نقول الأولات طلقهن أو الأخيرات أو المصطلح، لا يختار، يقول أريد فلانة وفلانة 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 وما زاد يكن ينصرفن بعد فراقهن. لما روى قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: اختر منهن أربعة. رواه أبو داود. فإن أبى أجبر بالحبس والتعزير. فإن أبى نقول لابد ويلزم بذلك، لأنه ما يمكن ناخذهن بهكذا بدون طلاق وبدون فسخ وبدون إجراءات شرعية، والرجل امتنع فهو يحبس حتى يلين ويرجع إلى الرشد والصواب. مثل لو قلنا مر بنا في الإقرار، في آخر كلمة في إذا أقر بشيء نقول له أبنه، فإن أبى أدب حتى يبينه، لأنه إذا أبانه حكم عليه بأدائه ونحن لا نعرف عنه شيئا. فهذا الشيء الذي اعترف به قد يكون شيئا عاديا، فيكون مثلا يقال عندي له سواك، عندي له سواك، هذا السواك ما يسوى دعوة، وقد يكون مال كثير وخطير. فلو قال عندي له مال أو عندي له، نقول لازم أن تبين هذا المال. فإذا قال سواك أو حبة عنب أو تفاحة أو كذا أو شيء من هذا القبيل، نعرف أن هذا شيء لا يعني لا يحتمل إقامة دعوة. وإذا كان عندي له مال من البنك مثلا مليون ريال، مئة ألف ريال، فهو ولا نعرف إلا من جهته، فهو يلزم ببيانه. نعم. فيقول إذا امتنع أدب حتى يبين من بقي منهن أو من يريد بقاءها منهن ومن يريد انفصالها. نعم. لأنه حق عليه يمكنه إيفاؤه فأجبر عليه كالدين ولا يملك. شو كالدين شيخ بكاي؟ يقول عندي للشيخ بكاي دين. نقول طيب بين الدين هذا. الدين هل هو شيء معنويا؟ قال السلام عليكم وما قلت عليكم السلام، عطس وما قلت وقال الحمد لله وما قلت يرحمك الله، سلم ولا هذا يعتبر دين. فإذا كان يقصد هذا بل، لكن لو قال دين ما هو الدين؟ قال مئة ألف ريال، نقول لازم. فنحن نضيق عليه حتى يبينه ليمكن استيفاؤه. كذا شيخ أحمد؟ ولا يملك الحاكم الاختيار عنه. طيب، ولا يملك الحاكم الاختيار عنه. شيخ تركي، شيخ تركي، وش معناها يا بني هل؟ ولا يملك الحاكم الاختيار عنه. بعدك الشيخ عبد الله. هو الرجل عنده عشر، عنده عشر، وكل جلسات في مجلس القضاء. الحاكم ما يقول بق زينب وليلى وفاطمة وداد والباقي يلا مع السلامة. فلا يملك الحاكم الاختيار، وإنما هو الذي يقول أمسك من زوجاتي فلانة وفلانة 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 وأفارق وأفارق الباقي. العبارة واضحة؟ ولا يملك الحاكم الاختيار عنه، لأن هذا ما هو حكم، أو لأن هذا ما هو شيء ينظر القاضي فيه، هم كلهم في عصمته، بس نريد ننتزع. وهو الذي يمكنه الطلاق لمن أخذ بالساق الطلاق. أحسنت الشيخ علي. لا ما شاء الله الشيخ علي. لأنه حق لغير معين، فإن جن خلي جن. الآن الرجال صار مجنون، ننتظر حتى يفيق، ننتظر حتى يفيق، لأن هذا خاص به. الزوجات زوجاته عشر،
ولا ندري هو يفضل زينب ولا ليلى ولا فاطمة ولا هند ولا دعد ولا سارة ولا أسماء. فإن جنا يعني إذا كان عاقل نقول يلا الآن ونلزمه أو نسجنه أو نعذبه حتى يعني يعطينا الأسماء. إذا جن فهو كلامه لا يعتد به لأنه مرفوع عنه. يقول ننتظر حتى يفيق، ننتظر لأنه بعد يوم يومين ثلاثة يفيق، يقول أريد فلانة وما أريد فلانة. واضح؟ واضح يا تركي؟ نعم. خلي حتى يفيق ثم يخير ثم يخير ثم يخير. الشيخ أحمد بعد الإفاقة ورجوع عقله إليه وإدراكه ووعيه نقول يلا من تريد؟ قال أريد زينب وفاطمة وهند ودعد. نقول خلاص أريد ليلى وهند ورقية وعسمة، يحدد لنا ثم يخير. يعني أما ما دام مجنونا فلا يخير لأنه مرفوع عنه القلم. أحسنت يا شيخ أحمد. نعم. لأنه عجز عن الاختيار فأشبه العاجز عن الدين بالإعسار. نعم. وعليه نفقة الجميع إلى أن يختار. ما نقول والآن عنده 10 وسيبقى عنده 4 والنفقة تجب على 4، لكن نقول الآن كلهن عطلهن على حسابك تنفق عليهن جميعا حتى يختار. فإذا اختار حصرنا النفقة في من اختار وأبعدنا أولئك. نعم. لأنهن محبوسات عليه بحكم النكاح، فإن مات قبل الاختيار لم يقم وارثه مقامه. يعني ما نطلب من الوارث ولده نقول اختار، بيختار أمه ولا بيختار من يختار؟ بيختار أمه يمكن، أو كلهم مثلا. فلا يقوم وارثه مقامه وإنما الاختيار له خاصة. نعم. لما ذكرنا ولزم جميعهن العدة. نعم. كل العشر. نعم. لأن كل واحدة يجوز أن تكون زوجة. نعم. وعدة الحامل وضع حملها. عدة الحامل وضع عندنا المعتدات 6، الحامل وعدتها من وضع كل الحمل وهو ما تصير به أمة أم ولد. فنجد مثلا كتاب يقول كتاب العدد، كتاب العدد في آخر الكتاب تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. والمعتدات 6، أولهن الحامل وهو ما تصير به أمة أم ولد إلى آخره، ثم ذوات الأقرى، ثم ذوات من ارتفع حيضه ولم تدري سببه، ثم الصغيرة والعائسة، ثم امرأة المفقود، ثم إلى آخره. وعدة ذوات الأشهر 4 أشهر و10، وعدة ذوات الأقراء أطول الأجلين من 3 قروء. نعم. وعدة الوفاة ليسقط الفرض بيقين، والميراث 4 منهن بالقرعة. وعدة، شوف يا محمد، وعدة ذوات الأقراء، اقرأ يا بني. وعدة ذوات الأقراء أطول الأجلين من، طيب وش معناها يا شيخ بكاي؟ ذوات الأقراء مر بنا بأن ذوات الأقراء صاحبة الأقراء عدتها 3 أقراء، ومر بنا بأن غير ذوات الأقراء يعني الحائل ما فيها ما عدتها للوفاة، عدتها للوفاة 4 أشهر و10 أيام. يقول عدة ذوات الأقراء أطول الأجلين، إذا كانت 4 أشهر أطول نخليها تجلس، وإذا كان الأربعة الأشهر أطول نخليها تجلس 4 أشهر، وإذا كانت 3 حيض نخليها الأطول منهما، لأن بعضها تكون ذوات الأقراء أطول، لأن بعضها ما تحيض بالشهرين إلا مرة، فمعناه إذا قلنا 3 حيض معناه 6 أشهر أطول، أو ما تحيض إلا في 3 أشهر مرة، معناه أنه في 9 أشهر أطول، فيقول هنا تعتد الأطول، وهذه رواية، بينما المعتمد في مذهب
الأئمة الحنابلة أن ذوات الأقراء عدتها 3 أقراء. نعم. ليسقط الفرض بيقين والميراث 4 منهن بالقرعة إلا أن يصطلحن عليه فيكون بينهن على ذلك. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل باقي هذه المسائل في درسنا في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا أحد الإخوان يقول إذا نهب مالا بالقوة هل تقطع يده؟ نقول إذا كان بطريق الحرارة وهم الذين يعتدون أو يقفون للناس بالصحراء أو البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فهؤلاء لهم أحكام الحرابة الحرابة. وإذا كان يعني ليس من أهل الحرابة فيمكن للإمام أن يعالجه بأي طريقة يراها مناسبة. إذا كان بطريق الخفا فهذا سرقة، وإذا كان بطريق المجاهرة بالقوة فهذا حرابة، وإن لم يكن كذلك فيمكن لولي الأمر أن يعالج المسألة. يقول هنا إذا كان عنده 8 زوجات فأخذ منهن 4 وترك الباقي فهل يجب عليه أن يعطيهن مالا؟ نقول أول شيء هذا غير موجود، لكن لو وجد فيجب عليه أن ينفق عليهن ما دمن في العدة، وبعد العدة لهن أن يتصرفن. يقول من هن المعتدات؟ المعتدة هي التي فارقت زوجا سواء كان بوفاة أو بطلاق، فهذه تسمى معتدة بوفاة أو طلاق أو بفسخ بعد كذلك تعتد إذا أو بخلع فتعتد بحيضة واحدة إلى آخره، تسمى معتدة. يقول أخ كريم ما هي شروط النكاح وما هي أركانه وما هو النكاح؟ نقول النكاح عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وأركان النكاح 3، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. وأشروط النكاح 4، التعيين ابن محمد ابنتك فاطمة، والرضا يعني ما في شيء بدون رضا، والولي أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، والشهادة أن يشهد عليه. هذا أحد الإخوة يقول أنا مريض وأرجو أن تدعوا لي بالشفاء، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، وألبسه ثوب الصحة والعافية، وادرى عنه شر جميع خلقك من إنس وجن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.